ضد الاتحاد. قصة نجاح أتتنا من الأردن إلى دولة الإمارات منذ 10 سنوات. السيد معتصم تاج الدين، يسعد مساك. يسعد مساك، شرفتنا سيدنا. بداية نتعرف بشخصك الكريم. أول شيء شرفتوني. أهلا وسهلا. مصنعنا شركة الزرقاء ومجموعة الزرقاء. أنا اسمي معتصم تاج الدين صادق الهواوشي. نعم. من مواليد الأردن، مواليد الزرقاء. عمري 40 سنة. ما شاء الله. فبلشت حياتي كأي شخص، دارس بكالوريوس في جامعة الزرقاء الأهلية. نعم. ماجستير في العلوم المالية والمصرفية. نعم. أسست شركة في بداية حياتي، اشتغلت كموظف في العبدلة في عمان. نعم. في شركة كمبيوتر، وبعد 4 سنين بلشت حياة الغربة عندي. حياة الغربة. انطلقنا إلى الخليج، ومن الخليج انطلقنا، ضلينا نكافح لحد ما جينا على الإمارات منذ عام 2008 تقريبا. 2008 كانت في أزمة عالمية. 2008 كانت العمل أو قرار إنه نفتح بزنس أو نقرر إنه ندخل شركاء في بزنس برضو كان صعب بحكم الأزمة العالمية. شو سبب اختيارك لدبي بشكل تحديدي أو الإمارات بشكل تحديدي، وشو اللي شجعك إنك تفتح بزنس أو تشارك في بزنس؟ كلامك مظبوط. الفترة اللي اتخذتها إني أفتح بزنس، انتقلت لدبي في 2008. نعم. أخوي كان موجود هون في بزنس مختلف كلياً عن البزنس تاعي. نعم. في مجال الألمنيوم. كان اتخاذ القرار، عندي خبرة إدارية كبيرة في تطبيقي للمشاريع الخاصة في مجال الكونستراكشن في الدول الخليجية. نعم. فكان بدي أي شيء في هذه الفترة، والمنتاليتي تاعتي إدارية، فكان أول شيء الإمارات كانت في بومينج في هذه الفترة، ومع دراستي للسوق وأنه بقدر أكون بجنب أخوي في مجالات مختلفة. نعم. وأطور البزنس، فقررت في 2008 أفتح شركة حديد مختصة في الأعمال الحديدية، بدعم من تعرف من أخوي في البداية. نعم. كخبرة في هذا المجال، وهذا القرار اللي كان انه في عندك بنيه تحتيه قادره انك تعمل انفست اذا كانت عندك القدره ماليا وعمليا. فهذا هو القرار اللي اتخذته، انه الواحد عنده ثقه بنفسه انه يقدر يسوي الشيء. مجموعه الزرقاء او الزرقاء جروب اللي احنا بنحكي لها، اللي متفرعه في كم فرع حاليا، وشو الاشياء اللي عم بتقدمها للمجتمع؟ الزرقاء جروب تأسست في عجمان، كانت. نعم. عبارة عن شركة الزرقاء للألمنيوم والزجاج. نعم. تأسست في 2000، ومن 2003 في عجمان. نعم. مديرها كان السيد معاذ تاج الدين، ولحد الآن وهو أخوي وشريكي. نعم. أسسها من شركة صغيرة فيها حدود 7-8 عمال. ما شاء الله عليه. الله يبارك فيك. قدرته لإدارة المشاريع والتزامه أدى، يعني خلانا ينطلق يأخذ مشاريع كبيرة في دولة الإمارات، وكانت دولة الإمارات في هذا الوقت بحاجة للعمالة، بحاجة للخبرات. خبرته كانت في الألمنيوم في الأردن في مدينة سحاب، فكان عنده القدرة والنولج الكافي إنه يؤسس ويعطي كواليتي جيدة في هذه الفترة. فالحمد لله زادت أفقها. في 2008 أجيت فتحت شركة بريسيشن ستيل، وهي سيستر كومباني للزرقاء. نعم. ضميناهم في 2013 أنا وأخوي في أموره الفنية والعملية، وأنا في الأمور الإدارية، وعندي شركة مؤسسة في الحديد. نعم. ضمينا الشركات مع بعض، هم كانوا شركتين، وأسسنا بعد في 2013 كمان شركة خاصة في الأخشاب. نعم. الزرقاء للديكور والنجار، أسسناها في عجمان. في 2015 فتحنا فرعنا في دبي في القصيص.
تملكنا شبرة في القصيص الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وقمنا بتأسيسها عشان نقدر ندخل على جميع الإمارات، فكانت التأسيس في عجمان القصيص، وفي 2016 أخذنا أرض بدعم من إمارة أم القوين. نعم. وقمنا ببناء المصنع الحالي اللي احنا فيه موجود، بيشمل جميع المجموعات اللي هي الزرقاء للالمنيوم والزجاج. نعم. وبريسشن للحدادة والزرقاء للديكور والنجارة، ضمناهم تحت اسم واحد، الزرقاء للصناعات المعدنية والخشبية. الزرقاء وسبب التسماية أكيد بده يرجع للمنطقة اللي أنت انولدت فيها أو اللي عشت فيها وطلعت فيها. بس أستاذ الكريم، سؤالي لك، الزرقاء اللي كانت عبارة عن 7 موظفين اللي تحت خيمتها هلأ موجود أكثر من 150 موظف، الموظف اللي بده يعكس البيئة أو بده يعكس الكاركتر تبعنا، بده يعكس شخصيتنا، بده يكون عنده خبرة كافية عشان يقدر يغطي المشاريع تبعتنا، كيف تم اختياره على أي أساس؟ هذا سؤال مهم طبعاً. الكواليتي المطلوبة في دولة الإمارات من زي دولة أي. صحيح. وعملية التدقيق على الخامة وعلى البضاعة وعلى طريقة التركيب تجبرك أنك تبحث عن ناس كواليفاي. صحيح. إنه يقدروا يلبوا هذا، عشان نشتغل فيه هو عبارة عن آيتم ديفيكولت، وآيتم هو عبارة عن آيتم ديكوريشن، ببين واجهة المبنى، ببين ديكورات المبنى، ففيش إشي مخفي، فلازم يكون كل شيء على أعلى مستوى من الكواليتي. صحيح. فكانت اختياراتنا من العامل للسوبرفايزر للإنجينير للرسامين للإستيميتر على أعلى مستوى. ليش؟ لأنه غير هيك ما بنقدر نوصل المراحل اللي إحنا بنوصلها. صحيح. الحمد لله إحنا صيتنا على اسمنا، ممكن بفضل الله الشركة الوحيدة اللي ما فيها سيلز شركتنا. نعم. إحنا منبيع على اسم شركة الزرقاء، عشان مننفذ المشروع الحمد لله بيطلبونا لمشروع تاني وثالث ورابع. علاقتنا مع الكل طيبة، هذا ما أجا من فراغ، ما أجا عشان السيد معاذ موجود ولا السيد معتصم موجود، أجا بفضل العمالة العمال تم اختيارهم على أعلى مستوى، هذا الشيء هو تم اختيارنا عليهم. يعني أستاذ معتصم، أنت عم تحكي لي عن أقوى طرق الدعاية وهي الورد أوف ماوث، اللي تصنيفيا هي أقوى أساليب الدعاية، وإحنا ما تطرقنا للسوشيال ميديا أو للدعايات الورقية عشان الناس تعرفنا، شغلنا عم بدل الناس علينا. صحيح؟ صحيح. الحمد لله. أستاذ الكريم، إحنا دائما بنعرف إنه أو تعودنا الإمارات على الأرقام القياسية، دائما بتحط بأرقام قياسية، الناس بطلت تحكي الإمارات بتحكي، صارت الأرقام بتحكي عن الإمارات. أحد هاي الأرقام القياسية الموجودة هون أكثر من 218 جنسية، هذا الهاي ريكورد لهذا الشهر. 218 جنسية موجودة داخل البلاد، يعني منافستنا كتير قوية، الإكسبيرينس كتير عالي، الأذواق كتير بتختلف. إحنا عم نفوت في مجال الديكور مرات، عم نفوت في مجال الانتيريال ديزاين، عم نفوت في مجالات كتيرة، عندنا قدرة على إرضاء هاي الجنسيات في باختلافها، ولا إحنا مستهدفين قطاعات وجنسيات معينة؟ إحنا كشركة لا، الحمد لله عندنا القدرة نستهدف جميع الجنسيات وجميع الليفل للمشاريع. نعم. نقدر نوصل لمستوى البرج ونطبقه، نقدر نوصل لمستوى الفيلا ونطبقه، فنقدر نتعامل مع جنسيات الكامل المختلفة. طب تعرف هون الحمد لله أي واحد بيقدر يتملك. صحيح. بيقدر يبني الفيلا الخاصة فيه كبلد وزيادة، فأكيد كل واحد له الفيجن تاع بلده اللي هي العادات وتقاليد بلده، فإحنا بنحاول نقارب. صحيح. إنه نصمم الشغلة اللي بتخص كل جنسية حسب طلبه، فما بنحاول إنه خلص إنه والله إحنا عندنا ستاندر معين نمشي عليه، لا بالعكس، الزبون شو ما يطلب إحنا لازم نلبيه. في عندنا مقولة، إذا طلب منا طيارة راح ننفذها، لأنه إحنا شركتنا فابريكيشن كومباني. نعم. ميزتنا وسر نجاحنا أي شيء بنطلب منا بندرسه بنعمله، ومستعدين نعمله أي دراسة من كالكوليشن من حسابات من 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 عشان نلبي زبوننا، لأنه
الزبون بضله بده الشيء، دافع فلوسه بده الشيء يكون اجود شيء. فاحنا قادرين نلبيهم ونلبي متطلباتهم ونلبي جميع احتياجاتهم. الجوده، الجوده لما احنا نحكي عن الجوده على طول احنا رح نروح على البرايس على طول، الجوده مربوطه بالبرايس وهذا الشيء معروف. هل احنا بالنسبه للجوده اللي عم نعطيها برايسنا عالي ام معتدل؟ والله يعني السؤال هذا، الجوده معتمد يعني السعر والجوده مرتبطين مع بعض. صحيح. يعني ما بتقدر تعطي جوده من غير برايس. صح. بس اللي بيساعدنا في هذا السوق انه العالم عارفه شو بتقدم شركه الزرقاء. صح. في الكواليتي من التجاري للكواليتي العالي. نعم. فكل شيء الانسان سعره فيه، في سعره فيه. وهلا الانسان مش زي اول، الانسان هلا عنده علم. يعني بتيجي تحكي له والله انا بدي اسوي لك الشغله الفلانيه، مباشر بروح على النت بشوف شو هاي، شو مكوناتها، شو الايتم تاعها، حتى لو كان مالك وليس استشاري. بيعتمد انه بيجي بيحكي لك انه بصير على النت يدخل يعرف عنده المعرفه. فالحمد لله هذا ساعدنا انه انا لما اجي اقدم له شيء ما بقدم له انه شيء مش مرئي، لا بيقدر يشوفه على النت، يوصل لمرحله انه انا اللي اشتريته بسوى سعره. صح. فهي الشغله كمان بتميزنا احنا، كاسعارنا مناسبه لجميع الدرجات بالجميع الكواليتي. نعم. فهذا كمان الامر مساعدنا الحمد لله انه اسعارنا مناسبه كمان. الاستشاري والمقاول، هاي الحرب او المعركه الباطنيه اللي احنا بنحكيها اللي موجوده بينهم. الاستشاري شروطه دائما كثير صعبه، والمقاول دائما بانتظار الاستشاري لينفذ له الامور الماليه، خلينا نحكي بشكل واضح بشكل بسيط. كيف احنا عم نعالج هاي المشكله بيننا وبين الاستشاري؟ علاقه يعني هو فيش حرب بين الاستشاري والمقاول الفرعي. نعم. بالعكس، هي العلاقة بينهم علاقة بتنجح البزنس وبتنجح أي شغل إنه ينجح. صحيح. الاستشاري قبل ما يعطيك أي شيء بيعطيك مواصفات، بيكون واضح معك سعر بناء على هاي المواصفات. فإذا أنت كان عندك التيم الكافي والتيم الخبرة والماتيريالز وعندك خبرة في الماتيريالز، ما يحط تواجه كونفليكت مع الاستشاري. صحيح. بالعكس، الاستشاري بالنهاية بده هو استشاري عشان يطلع كل شيء حسب المواصفات. صح. فإذا أنت قدرت كمقاول فرعي أنك تدرس الموضوع قبل ما تتوقع عقدك، ما بيكون أي خلاف بينك وبين الاستشارية. فعلاقتنا معهم إحنا الحمد لله طيبة، وهم اللي بيجيبوا لنا شغل. ليش؟ لأنه شركة الزرقاء ومجموعة الشرق الزرقاء من أول ما بلشت من 2005 الحمد لله ما في أي فيلد بروجكت، يعني ما في أي بروجكت ما تكمل. ومدرجة في أهم الشركات الاستشارية. مدرجة في، إذا بدك نحكي أساميهم، عدنان السفريني مدرجة، يعني زي ماركيز، يعني أنا هسه مش خاطر بالي الأسامي بس بنقدر نجيبهم من البروفايل. ما في مشكلة. نيكست إنجينيرينج مدرجة مع لاحظنا أن مدرجة كمان في المكتب الوطني كانت. طيب. المكتب الوطني، وفي عنا إحنا كمان معتمدين من مؤسسات حكومية، يمكن من الصعب أي مؤسسة حكومية تندرج تحتيها. صحيح. اللي هي أدوية في أبو ظبي، منفذين مشاريع حكومية، قليل ما يكون شركات محلية موصفة موجودة. صح. في تنفيذها. سوينا مشاريع نوعية مع الحكومة، مشروع في ليوة مع أبو ظبي، يعني مشاريع مش أي شركات تقدر تدخلها. كذلك أنه مع أكبر شركات المقاولات في الدولة إحنا نفذنا مشاريع زي الـ ACC في أبو ظبي، روتانا كونتراكتينج، يعني أسامي كبيرة للرشاد كونتراكتينج، يعني من أدنى يعني من أعلى مستوى لأدنى مستوى نفذنا مشاريع، أبراج، بلال، مدارس، مصانع، جوتون كمان إحنا قمنا بتنفيذه كمشروع. فالحمد لله عندنا تنوعية في المشاريع، وهذا بدل على نجاحنا. إحنا ما متخصصين فقط في مباني سكنية، مباني حكومية، مدارس، مستشفيات. فالحمد لله في عندنا تنوع في مشاريعنا. صحيح. عجمان، دبي، أم القوين، وين بعدين؟ إن شاء الله إحنا هلا شغالين في 7 إمارات. نعم.
فان شاء الله ان الهدف جميع الامارات نكون احنا موجودين كشركه الزرقاء، مش بس الامارات الثلاث هذول، احنا ان الهدف انه نكون احنا بصمتنا واسم الشركه في كل الامارات. طبعا اضافه لابو ظبي، ما تنسى انه ابو ظبي احنا بلشنا فيها، نعم. اشتغلنا مشاريع نوعيه كمولات فيها، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اسمنا موجود، لكن كتاسيس شركات هلا موجود في الثلاث امارات. الهدف والفيجن الجاي ان شاء الله انه نكون في كل اماره موجود احنا اسمنا وإلنا بصمتنا إن شاء الله. لو سألنا الأستاذ معتصم تاج الدين بعد 5 سنوات وين بتشوف شركتك؟ والله الحمد لله الشركة من زي ما حكيت لك في السابق من 2005 كانت عبارة عن مكان مؤجر بماكيناته. نعم. هلا الحمد لله الشركة صارت أسد سيت أب عقار. أنا شاعر وإن شاء الله البيجن والاستادي اللي مدرسها مع السيد معاذ اللي هو شريكي وأخوي إنه نكون من أوائل الشركات في مجال في الثلاث مجالات وليس في المجال الأول في الألمنيوم والزجاج والحديد. بيميزنا إنه إحنا ما أي شغل بخص المتل بنسوي عنا، لأنه إحنا حديد وألمنيوم وخشب وكلهم مشتركين في تخليص المشروع. صحيح. فالحمد لله يعني احنا حنوصل، حيكون عندنا ان شاء الله الفتره الجاي مصنع خاص للزجاج ان شاء الله متخصص، من اسس له حاليا اخذنا ارض ثانيه من اسس له جنب الارض هاي، من اسس له في ام القوين مصنع متخصص في الزجاج. هذا الحلم او احنا رايحين حاليا نسعى ونعمله دراسه وإن شاء الله قريباً سون إذا الله عيشنا إنه يكون هذا السيتاب موجود، شركة الزرقاء للزجاج مع جميع ماكيناتها ومعداتها الخاصة في التيمبرينج وفي الكيرفي جلاس وفي البينتي جلاس، كله إن شاء الله هذا إن شاء الله يا رب إن شاء الله بتوصل شركة الزرقاء نجمة الشرق إن شاء الله. أستاذ معتصم، لو سألناك على الصعيد الشخصي كم ساعة عمل عم بتقضيها من حياتك في العمل؟ ما توقعت هذا السؤال، بس أنا هذا السؤال بنطرح وبعاتب نفسي عليه كتير، لكن لك أي شيء بده يصير أو بده يمنع أو ينعمل له ستاب لازم نضيع. أنا لساتني بعتبر حالي شاب، وهاي فرصتي إنه أعمل شيء إلي. أنا بضيع، بطلع من الساعة 7 مرات بروح على 10-11 بالليل من مصنعي. ما شاء الله. هو في فشل وفي نجاح. الفشل انه انت بيحكوا لي انت مش منظم وقتك، لكن هو مش عدم تنظيم وقت قدر ما هو تأسيس لمرحله جديده حابب تكون فيها الشركه بكل شيء مطور. الفيجن تاعنا هو فيجن جديد، حابين يكون عندنا افضل الانظمه تتطبق. بتعرف كل يوم عندنا هون قانون وكل شيء تابع للتكنولوجيا بيحاولوا يطبقوه في هذا البلد، فانا لازم اواكب هذا الامور عشان ادرج بين الشركات الاولى في البلد. صحيح. هذا السبب وليس هو عدم تنظيم للوقت، بالعكس هو تاسيس، ويكون امر انه بده يجي بعديه او يستلم خلفي عشان افضل الشغلات الثانيه انه يلاقي كل السيت اب موجود. هذا سبب تأخيري، لكن لكل مجتهد نصيب، يعني ما صحيح. ما أجا من فراغ. ممكن واحد يحكي عمرك صغير، عمر أخوك صغير، من وين أجا هذا؟ أجا من تعب. إحنا طلعنا متغربين زينا زي غيرنا، يمكن صغار الله وفقنا بسبب التزامنا أخلاقياتنا والبلد اللي إحنا جينا عليها اللي نقدرها اللي وفرت لنا. تعبنا إنه ما يكون سدى، بالعكس تعبت تأخذه وأضعاف مضاعفة، فالحمد لله رب العالمين. أستاذ الكريم، الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي الله يطول لنا في عمره، نظرته والفيجن تبعته وطموحه اللي صار الكل يقرأ ويدرسه وصار الواحد يتقلد أو يعمل زي ما هو عم بكافح ويوصل اللي بده إياه، حكى لنا كلمة كثير مهمة أو كانت كلماته كثير مهمة حول الرقم واحد، حول الصفوف الأولى. حضرتك ذكرت من شوي إنه أنا بسعى إن أكون من الشركات الأولى، تتوقع هالشيء صعب؟
اكيد في البلد زي هاي البلد مش صعب. يمكن انت قبل ما تقابلني قابلت ناس اكبر مني او اصغر مني. صحيح. اللي بيعطيك حافز انك كل شيء تاخذ مقابله صح، بدك تكون رقم واحد. اجباري انك تكون رقم واحد هو عباره عن خطاباته الامور اللي عماله بيعمل لك اياها بخليك اجباري انك تكون، ما دام عندك القدره وعندك الطاقه وعندك السيت اب انك تكون رقم واحد لازم تكون رقم واحد. صح. فهاي عباره الطاقه للشيخ محمد بنقولها لنا، الطاقه الايجابيه لازم تكون فينا، فهاي الطاقه الايجابيه احنا اللي ما بيستغلها بخسر. صح. فاحنا ماخذين الطاقه الايجابيه ومخلين السلبيه على جنب، لانه الحياه فيها ايجابي وسلبي. صح. ناخذ الايجابي ونطلع، فالحمد لله احنا ماخذين الشيء الايجابي، وان شاء الله بهمه الشيخ محمد وهمه شيوخنا نضلنا ايجابيين ان شاء الله. وتنساش انت جيت في شهر السعاده. صحيح. فيعني مسميات اشياء تنحكى تعطيك حافز، يعني لو انك صراحه لو انك بدك تتضايق، لا بالعكس هاي تضايق بس بالمقابل في شيء يفرحك. صح. بالعكس اي مسمى بنطلع، اي شيء يوم العالم يوم الساعه قاعد بيعمل لك شغلات بميزك كدوله كحكومه كشعب كمغتربين. فالحمد لله هذا اذا ما استغلنا ومتى بدنا نستغله؟ مش هذا مش صدقا مش موجود في اي بلد، انا ما احكيها بكل صدق، مش موجود في اي بلد. الحمد لله، الحمد لله. خير موجود الله يديمها، ونعمه موجوده واداره حكيمه لهالدوله هاي الله يديمهم ويديم العز لهم وللكل اللي بيلتزم بنال. هو ما بحكي لك ضلك تحت القانون وصير وين ما بدك، وهي الحمد لله نضلنا دائما بهمة شيوخنا ونضلنا احنا كمغتربين نرفع راس بلادنا عندهم وعند غيرهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. استاذ الكريم، دائما التوفيق والنجاح هي كلمة من رب العالمين، وبعد رب العالمين الامارات دولة خاصة بالنجاح، هاي الدولة اللي موفرت لنا كل شيء زي ما حضرتك تفضلت، اكيد اذا احنا سعينا رح ننجح فيها. بس بعد رب العالمين وبعد دولة الامارات في اشخاص في حياتنا دائما بنحكي لهم شكرا، مروا علينا او اسسونا او كانوا في حياتنا سواء العمليه او الدراسيه، لمين بتحكي شكرا من هاي الناس؟ الشكرا لكثير، لانه الانسان لحاله ما بيقدر يساوي. صح. اول شكر واحد بيحكي لوالده الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. ولوالدته، عشان من غير التشجيع ومن غير المعنوية اللي كان يعطونا إياها والحافز إنه نصير ما صرنا. صحيح. فالعائلة هي العائلة، الأم الأب الإخوان، هم كل كلمة شكرا. صحيح. هي أساس الشكرا، لما تكون في عائلة نظيفة، في عائلة متماسكة، في أب عارف شو بيعمل لأولاده. فشكرا لوالدي الله يرحمه. الله يرحمه. شكرا لوالدتي اللي الله هي يخلي لنا اياها، اللي هي معنا هلا وموجوده معنا وشريكه معنا وكل حياتنا إلها. صح. برضاها احنا وصلنا لهاي المواصيل. وشكرا لاخواني واحد واحد، اخوي احمد الله يرحمه ما حكينا عنه، هو اللي اسس، هو اللي ساوى، هو اول من دخل الامارات وهو عمره 17 سنه دخل الامارات، هو اللي فتح لنا انه في دولة عمالها فتية تكبر. هو اللي طمع، يعني هو اللي اعطانا الطريق وجابنا هون ووجهنا علمنا. توفى هو شاب بس اعطانا شيء كثير. الله شكرا الله يرحمه اخوي احمد. الله يرحمه. الشكر لكل حدا ساعد في نجاح شركة الزرقاء. شركة الزرقاء بنت بسواعد شباب، بس لولا ثقة الناس فينا ما كبرتنا. طيب. الحمد لله رب العالمين. شكرا لأي واحد ساعدنا في فضل، يمكن لازم نحكيه ونحكيه، لا ما بعرف إذا صح لنا نحكيه، إنه في المجال العملي كمان في ناس لازم نشكرهم، شركات المقاولات اللي وثقت في شركة الزرقاء أعطتنا شغل وإحنا صغار. نعم. شعروا في هذول الشباب انهم ممكن يساووا شيء. فالشكر جميل لجميع شركات المقاولات اللي وقفت معنا، الشركات الاستشاريين اللي وثقوا في شركتنا ووصلونا للمواصيل هاي، اسم مش قليل في البلد.
بفضلهم والأول فضل الله وفضل الحكومة وفضلهم وفضل هالأعمال اللي عندي. صحيح. شكرا لكل حدا لكل إنسان أنجز وبنجز في هالشركة. بقوا معنا بتعرف الشركات بتدوم. نعم. وعمال وموظفين بيجوا بروحوا. أي إنسان ساهم بشكل بسيط شكرا له لأنه وصلنا لهذه المواصيل. شكرا للناس اللي وقفوا معنا أول ما بلشنا. الأخ والخال حسن المالك نقدره، هو اللي حط لنا حجر الأساس، هو اللي وجهنا إنه نوصل. جينا موظفين جينا عمال، هو اللي وجهنا وصلنا للمواصيل هاي. ما شاء الله. فشكرا للجميع إلهم ولكل من بادر معنا في الموضوع. أستاذ معتصم، الإمارات منظومة الأمن والأمان. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربنا طلب منه الأمن قبل الرزق، والأمن والأمان هو أساس نجاح أي بزنس أو أي مشروع. الأمن والأمان اللي تأسست نحت الشيخ زايد الله يرحمه، اللي زرع بذرة وهاي البذرة نمت وكبرت، أبناء زايد اللي حملوها وزرعوا كمان وطوروا. الإمارات اللي انحطت فيها بلان من 1971 وماشيين على هذه البلان لحد الآن. صار عندنا حكومة إلكترونية ومن ثم حكومة ذكية. الحكومة الذكية هاي اللي وفرت لنا جميع سبل الراحة اللي موجودة هون، إلها حق علينا. إحنا كمغتربين منيجي على الإمارات أو لما نرجع على بلدنا منشتاق للإمارات، نقعد في بلدنا أسبوع ولا 10 أيام بدنا نرجع على الإمارات بسرعة. هذا الحب اللي تولد فينا لهذه الدولة ما أجا من فراغ، وهو من احترام الناس لنا واحترامنا للناس تحت قانون واحد رغم وجود عدة جنسيات وديانات واختلاف اللغات. من حقها علينا أنه نحكي لها شكرا. بترك لك هاي الزاوية شو بتحكي للإمارات. مش شكرا، هي أكثر من شكرا، الفضل بعد الله إله. صحيح. والأمن والأمان أنت حكيته. أنا بتأخر في دوامي للعشرة والحداش بفضل الأمن والأمان. صحيح. ألف شكرا لدولة الإمارات. نعم. رحمة الله الشيخ زايد عمل شيء ما قدرت أي دولة في العالم تحكي. صغر سني صغر عمري ما بقدر حدا يحكي غير ألف شكرا للشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. ألف شكرا لشيوخنا كاملين لجميع شيوخ الإمارات. شكرا الشيخ خليفة، شكرا الشيخ محمد، شكرا الشيخ محمد بن زايد. فضل كبير على راسنا من فوق. اللي ما بيعترف في هذا الفضل وما بيحكي لهم شكرا بكون ابن حرام. بالعكس، هدول احنا تأسسنا وتربينا على عاداتهم وتقاليدهم وتواضعهم جدا. لولا هيك احنا بتلاقي كل واحد ماشي على درب اخر. بالعكس، احنا ماشيين على الدرب اللي علمونا عليه. شكرا لك جميع شيوخ الامارات، شكرا لهم ورحمه الله على الشيخ زايد اللي بذر هالبذره هاي الطيبه اللي ما بينكرها اي انسان. فالله يبارك فيهم ويديم نعمه الامن والامان لهم والنا. وشكر يعني واحد اكثر من يعني اكثر من هيك مش قادر يعبر لانه بيستاهلوا اكثر من هيك. صحيح. كل هذا بفضل الله وبفضلهم. الأمن والأمان نعمة من رب العالمين. الثقافة اللي علمونا عليها والثقافة اللي بنوها في كل مواطن في كل مغترب بتلاقي الكل على ثقافة التواضع وإنه يساوي شيء إله ولبلده ولأمته. وإحنا هيك إحنا تربينا وإن شاء الله نكون إلنا بصمة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. معتصم تاج الدين، مجموعة الزرقاء للصناعات، إحنا كتير تشرفنا بزيارتنا لإلكم. من الأردن لأردني نشمي خلينا نحكي موجود هون، أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله تضلكم واسمكم يلمع مش فقط على مستوى الإمارات، على مستوى الوطن العربي إن شاء الله يا رب العالمين. بالعكس، إحنا تشرفنا بيكم أكثر. إن شاء الله نكون إنه مثل ناجح لكل لعلكم لوطننا وشعبنا وللبلد إحنا فيها. يا رب. وشكرا لكم ولزيارتكم وإن شاء الله كنا فعلنا عليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم.